دجاج بصلصه البلسميك، عندنا ايضا معكرونه مع الدجاج البافالو، وايضا في عندنا سلطه الكينوا بالفطر. هول هن لكان وصفاتنا، رح نبلش فيهم انا وياكم. طبعا رح نبلش بوصفه الحلو، رح نبلش بالكوكيز. الكوكيز عندي خلاط كهربائي، لكن مشاهدينا لنبلش بالكوكيز بدنا من الزبده، لكن رح احط زبده بالخلاط الكهربائي بالاضافه للسكر. طيب عندي زبده، هون بذكر المشاهدين انه الزبده بدها تكون حرارتها من حراره الغرفه، بدها تكون زبده طريه. زبده، وايضا في عنا مشاهدينا سكر، عنا الفانيل، وايضا في عندي بيض. طيب زبده سكر فانيل بيض، كمان منضيف البيض ونرجع بنخلطهم مع بعض. عم نحضر، برجع بذكر كل المشاهدين، كوكيز شوكولا. طيب هون في عنا طنجرة فيها ماء عم تغلي، رح احط الكينوا، رح اسلق الكينوا انا طبعا لاخر فقرة، باخر فقرة بنشيل الكينوا طبعا بعد ما نبردها ومنحضر سلطة الكينوا. الكينوا لكان مشاهدينا على النار، هون في عندي بيض مع زبدة بالاضافة للسكر وللفانيل، رح نضيف كمان مشاهدينا لالهم من الطحين، وايضا رح نضيف الكاكاو والبيكنج صودا او بيكنج باودر حسب ما انتم يكون متواجد عندكم. لكن رح نضيف الطحين فوق هيدا الخليط، طبعا هيدا الطحين نحن منخلينه، رح ضيف بيكنج صودا او بيكنج باودر، رح نضيف ايضا الكاكاو، ورح نضيف رقائق الشوكولا. طيب نرجع بنحط كمان رشة ملح ونخلطهم مع بعض. طيب لكن مشاهدينا حطينا كل المكونات، حطينا يعني هيدي العجينة هي وانت بتعطينا نكهة طيبة. الزبدة اللي بتعطي نكهة كتير طيبة، نوعية الزبدة مشاهدينا كتير بتأثر على النوعية وأيضا على الطعم. لهالسبب انتو انتبهوا للزبدة، مثل ما شفتوا حطينا الزبدة، حطينا السكر، حطينا البيض، حطينا الفانيل، حطينا بيكنج السودا، وناطرين لحتى نحصل على عجينة متماسكة. هي ذاتها مشاهدينا هاي العجينة أو قريبة شوي لها عجينة البتيفور أو طبعا العديد من العجائن وايضا الحلويات. خلينا نشوف نحن كيف صارت عنا هيدي العجينة، لكن هيدي العجينة مثل ما عم بتشوفوها صارت عنا بهالشكل، وفيكن انتو تعملوا الكوكيز بالشكل اللي بدكن اياه وتفوتوهن على الفرن على حرارة 180. لكن مشاهدينا رح خبركن انا بعد شوي بالتفصيل عن باقي وصفاتنا، اما هلأ بالعودة الجديدة. اهم شيء تحطهم بالفرن لحتى ذوقهم دغري بالاخر. اكيد ما هيك، وعايدة نطرتنا كمان شكلهم بيشهي. يلا ها نحن بانتظارك اكيد شيف، بعد لحظات رح تكونوا معي انا ومع حلقة سينما وضيفي، خليكن معنا.